وينك انت؟ عود شوفي هاي ايه طلع على الشاشة تعرف ايه عرفت تعرف مدامك بتعرف ليش ما عملت شي؟ ناوي تخلي هالواطي يقعد هيك بمحلك على كيفه؟ شو اعمل؟ ها؟ بروح قدام رفيقته واخته ومرته وبكسر له راسه يعني؟ هذا اللي بدك اياه؟ قل لي شو اعمل؟ هذا قليل؟ قدام كل اللي عمله معكم؟ لا تبلش شكري سكر على الموضوع. هن حبوا بعضهم وتجوزوا. بكفي بقى، أنا شو دخلني؟ عمار، أنت أكيد ما بتعرف باللي صار. طيب شو صار؟ مبارح البنت اللي كانت هون نور، شفت كيف كانت حالتها؟ وهي شو علاقتها بالقصة؟ في علاقة. شكري، احكي شو في عندك دغري. عمار، شوف، بعرف شو رح تقول شكري. شو بدك يعني اعمل؟ المصاري عم تطلع عيونها، تخلت عن كل شيء بالدنيا ولحقت المصاري. ولك انا ما كنت اسخى المسها، قامت هي راحت. شكري الله يخليك، ما بدي احكي بهالموضوع. قلت لك عمار فهمان غلط، الموضوع مو هيك. عم اقول لك حط حالة نور قدام عيونك. طيب فهمني شو علاقتها. فهمني، ما في فرق بين حالتها وحالة نرمين. يعني كانت عم تتصرف من غير وعي. يعني شو جابها غصب عنا على البار؟ يمكن عم بتجاوز حدودي، بس عم اقول لك البنت ما خانتك عن وعي يا عمار. بس خليني اشرح لك. انا قعدت معها وحكينا انا وهي، وهي معترفة بغلطها وعم بتقول انه ذنب هالموضوع بيوقع علي انا. هذيك الليلة راحت لعند ايمن على البار لتقله بعد عن طريقي ولا بقى تلاحقني ابدا. صحيح انه هي مو شغلتها، بس يعني كنت انت وياها متخانقين. شو عرفني، كان راسها ملخبط ومعنوياتها خربانة ومو عبعضة. قامت شربت شوي وفوق كل هاد. شكري احكي لي شي ما بعرفه. لا اله الا الله. عمار اسمع، لما كانت سكرانة وما انا مركزة لعب لها الشيطان بعقلها، وفوق كل اللي شربته عطاها حبوب. انا ما بقى عندي صبر، رح ارمي هالواطي برا. افهمني بقى، ما بحسن اتحمل اكتر من هيك. شكري اتركني لحالي شوي. حياتي جحيم بدونك، ما عاد فيني اتحمل. بترجاك لا تتركني، بترجاك او اسحب سلاحك وعوضني. خليني موت وارتاح بقى. صدقني ما خنتك عن قصد يا عمار، كنت وقتها كأني بعالم تاني. أيمن آخر شخص بفكر فيه. صدقني يوميتها تخيلته أنت يا عمار، تخيلته أنت. ما كنت درياني شو عم يصير حواليه، ما كان عقلي براسي يا عمار.
إذا عن نادي مو مشكلة، بس أنت ليش نازعة حالك؟ أنا شربت كتير، ولما بلعت السكر. سكر شو؟ هاي كيماوي، يعني بلعت حبة. آخر شي بتذكره دخلتي على النادي، وبعدها صار خيال، عالم غير العالم، ما كان عقلي براسي. آخ من نرمين، والله لعدمك حياتك. أنا بفرجيك يا واطي، والله العظيم لنسيك حليب أمك، والله لسوي لك أفراحك مقاتل تبكي فيها دم، وقلب لك ليلك نهار ونهارك ليل لشرفي لخليك تشتهي الموت. منشوف منشوف يا واطي. أنا بفرجيك. زكي تعال عندي. مر عمار بيك، بتقلي عايمن كروانجي اغلو من المحل فورا، ممنوع يفوت على المحل. ما فهمت علي؟ طيب على راسي عمار بيك. نرمين يلا قومي راسلك شوي. انا منيحه، رقص انت. أيمن بيك، أيمن بيك، لو سمحت نحن مضطرين نطلعك برات النادي. عفوا ما فهمت، عم تحكي معي؟ ايه يا أستاذ أنا آسف. اسمعني منيح، أنا هذا المسح البايخ ما بحبه، وهي النكتة ما بتضحك. بس أنا عم نفذ الأوامر. أنت شو عم تقولوا له؟ أنت أكيد جنيت. مين مفكر حالك أنت ها؟ أيمن في شي؟ فرح أنت ما تتدخلي. شو عم يصير؟ فرح ما في شي، انبسطوا انتو. انت بتعرف مين انا ولا؟ طبعا بعرفك، بس ما بقدر اعمل شي لانه هي اوامر المعلم. اسمعني منيح، بتروح بتقله لمعلمك يهدي شوي ويحترم حاله احسن له. انا اسف. وإلا شايف هذا المحل بكسره فوق راسكن. اه انا اسف، هيك الاوامر. روح مين اللي عمل لك عليه بسرعة؟ امر المعلم اكيد. مضطر رافقك انت وزوجتك لبرا. هيك بتعاملوا الزباين؟ فرح خلص قلت لك ما تتدخلي. شو قلة هالذوق؟ فهمني شو عملنا؟ شو صار؟ فرح خانم فيكي تبقي انت ورفيقتك، بس لمعلم تضرب انت ومعلمك. ايمن ايمن بيك رجاءً. ايمن خلاص خلاص يكفي، خلي لهم محلهم ينقعوا ويشربوا ميته. يلا استني فرح، ما انا طالعين من هون من المحل، انا رايح شوفوا لهاد الاهبل وعرفوا حدوده. يلا خدني لعند معلمك. ايمن نرمين ماشي الحال يا خيار، لك انا بشتري 100 واحد مثلك ولا ما بكون ايمن اذا ما بدفعك الثمن غالي. لك انت مين مفكر حق؟ والله معناتها هذا مقر المحتالين. حلو، الله يجعله مبروك. والله الاحتيال شغلتك انت وابوك، وتجار الحبوب مالهم محل عندي. يلا شو عم تقول انت ولا ايمن بيك رجاءا؟ حب شو؟ عن شو عم تحكي؟ عمل لك طلع من هون ولا بقى تورجيني وشك. اسمعك صوفي، بعدك انك رح تندم على اليوم اللي انولدت فيه. عمل على برا ولا طلع اهدو عمار بيك. احسن لك تطلع من هون بأدبك، وحسابنا لسه ما خلص. اسمعني منيح ولا قسما بالله ما رح خلي هاي الشغلة تمر.
وبعدك اللي يخليك تندم. لو سمحت شكري لسه معنا العاد؟ والله لفرجيكم نجوم الظهر ورجعكم على الشارع. أيمن خلص أصور الشر. شوفي بعينك الوش الحقيقي لهدول الحرامية يا نرمين. مين بيعرف شو اللعبة الوسخة اللي لعبوها لحتى أخذوه لهذا المحل؟ ولا أنتوا الحرامية والنصب شغلتكم وعملتكم كمان. ليه ما بتحكي لمرتك كل شيء؟ احكي كيف زلم أبوك دخلوا على بيت المعلم وحطوا كاميرات. هذا الحكي مو صحيح. ولا ما سجلتوا حياة الناس الخاصة وعرضتوها على سي دي وعملتوا ابتزاز؟ احكي لها. ايه ما راح اسمع لك راس. ما اخذتوا الشركة والبيت وكل شيء عنا بالابتزاز او لا؟ يلا احكي لها. احكي لها عن قصة السي دي. احكي لها يا شبان. احكي كيف تنازل المعلم عن كل شيء حتى ما يتلوت شرف وكرامة اختك. وشو عملت انت ولا؟ رحت رميت النسوان والولاد تحت البطر وشلحتهم بالشارع. اللي هالحكي كذب شي؟ احكي لمرتك يا رجال كون زلمة. حاجة ولا؟ هذا حكي فاضي. يلا نرمين يلا نروح. كلامي علاك فاضي؟ لما ما بيعجبك الحكي بيصير علاك. واحد خروب. نرمين وقفي. نرمين ليش ما عم تردي؟ نرمين مو وقت هاللعب هلا. ناوية تنزعي لي مرائي؟ سبق وقلت لك أيمن حذرتك ما تأذي ناس تانين بسببي. نرمين بكفي لا تضايقيني. بتصدقين قولهم بدل ما تصدقيني إلي؟ هي اسمها نقاصة يا أيمن. ما لازم ترمي الناس بالشارع لتنتقم منهم. نرمين لا تطالعي لي خلقي. يلا امشي الناس عم يتفرجوا علينا. انتهينا أيمن انتهينا. شو يعني انتهينا؟ نرمين بدك تكذبيني وتصدقيهم؟ يلا تعي هلا بنحكي بالسيارة. أيمن قلت لك انتهينا بكفي. انت هيك بدك؟ بهي البساطة ما؟ لا ما انتهى ما انتهى شي يا نرمين. قبل ما أنا أقول انتهينا ما في شي بينتهي. هذا الشي لازم تفهميه وخلي هاي الليلة بقى تمضي على خير. نرمين اطلعي لا تخليني اغلط فيكي. صاري الشر وامشي على البيت. نرمين شو بكي ما عم تفهمي؟ يلا امشي على البيت. هدي معلم. انا طالع شم هوا. تفضل معلم. يسلموا. كل هالقد انا هبلة وعلى نياتي سوسو. كيف صدقت هيك واحد؟ كيف وثقت فيه؟ دخيلك خلص بقى خليله نادي يشبع فيه. اصلا هو الخسران مو نحنا. الانسان بيخجل شوي على الاقل. وكأنه شغلة السي دي ما عبت له راسه. فرح حلك تنسي هالقصة. لو واحد بيستاهل تضايقي حالك منشانه ما كنت بزعل. سوسو فهميني أنا ما عم بقدر سامح حالي. كيف قدرت أعمل هيك غلطة؟ كيف صدقت هيك زلمة؟ ما عم بفهم. يا فرح منين بدك تعرفي؟ إيه ما كان مبين عليه. لا تحكي هيك سوسو. بابا من جهة وأيمن من جهة كم مرة نبهوني قالوا لي بعدي عن هالزلمة. شو عملت أنا؟ دافعت عنه وكسبت عداوة عيلتي. هذا اللي صار بالآخر. ظهر على حقيقته. خلص بقى بكفي حاولي تنسي. شو الله ما خلق غيره يعني؟ انسي بقى. عم حاول بس ما عم بقدر. عم إلهي حالي بمليون شغلة ما نفعت ولا طريقة. وين ما رحت لازم يطلع قدامي. فرح شو رأيك تكملي السهرة عندي؟ نتفرج على شي فيلم ونتسلى. ما عم صدق. شو قلتي؟ ماشي سوسو موافقة. أيمن اتركني. ما صدقتيني ولا يوم. ما هيك مع كل اللي عملته لساكي معلقة بحبال الوهم. لك شو أنا طلع بعيني يا نرمين. مين أنا فهميني؟
قدامك واحد ما بيسوى خمس قروش، أو إنك مفكرة إنه كل ما تدللتي علي رح أركض وراكي. فهميني هذا الجزات اللي عملته مشانك يا نرمين؟ لك ردي علي، احكي شو بكي ساكتة وما عم تردي علي، احكي. أنا ما قصرت معك بشي، ما قصرت. بكفي أيمن، بكفي. كل ما داق الكوز بالجرة بتمنيني كأني عبدي عندك، بكفي. لك أنا عطيتك قلبي يا نرمين، عطيتك روحي وثروتي كمان، ولك عطيتك كل شي بملكه، كلمة واحدة منه كفت لحتى تهد كل شي. شو لازم أعمل أكتر من هيك؟ آه شو لازم أعمل؟ الله يلعنك. نرمين، نرمين، وقفي. نرمين، عمل لك وقفي. نرمين وقفي، لا تجننيني وليه؟ انتي جنيتي؟ أيمن تركني وروح بترجاك. ما رح خليكي تروحي لأرني يا نرمين. أيمن بترجاك. إذا لزم الأمر بقتلك وبقتل حالي كمان، عم تفهمي؟ بقتلك وبقتل حالي. لا تحلمي إنه خليكي تروحي. عم تهربي من البيت ما هيك؟ عم تهربي من البيت يا خانم؟ من وين طلعتي لي بهالفنة؟ آه أنا ما رح أسمح لك تطلعي برات البيت. قتلني معناتها، قتلني وخلصتي من هالحياة. شايفة هذا البيت؟ طلع فيه منيح. أنا ما طالعتك من المزبل اللي كنتي عايشة فيها وساويتك ملكة وست بهذا البيت؟ ما وقفت ضد عيلتي كلياتها وعملتك مرة محترمة؟ شو بدك لسه أكتر يا نرمين؟ شو بدك أكتر من هالشي؟ تركني روح يا أيمن، ما بدي منك شي، بس تركني. يا أما بتكوني إلي يا أما رح خلص عليكي. عم تفهمي شو عم بقلك؟ بحلف لك يمين إني رح أقتلك يا نرمين. امشي قدامي، امشي. سترك يا رب. يلا فوتي فوتي. أيمن بيك نرمين. قومي لشوف، قومي. برضاي عليك اتركها، انت لا تتدخلي بيناتنا. برضاي عليك اتركها يا ابني. بدك تهربي مني ما هيك؟ لك والله لكسر رجليكي. مفكرة بهي السهولة رح خليكي تروحي؟ ولك شفت نجوم الظهر من تحت راسك، تعذبت عذاب الحرامية بسببك، وانت شو بدك تغافليني وتهربي؟ يا عيب شو نعمان. بدك تعرف لي وين بيلفي هذا اللي اسمه جوهر؟ يلا والله لهد فوق روسكم كل شي عمرتوه من دم العالم. ماشي يا كروانجي. لا تاكل هم من حلة. تفضل مالي. خود في خزنتك. الله يديمك يا معلم. خلاص خلاص، الله يجبر بخاطرك. ايش في فرق بيناتنا؟ فضلك انقذت حياة ابني من الموت. الفضل للفضيل يا اخي، ما في لزوم لهيك رسميات. واذا لزم دواء احكي مع المحاسبة خليهم يحلوها، مفهوم؟ تسلم يا معلم. اهلا وسهلا معلم بكر، شرفتنا والله. شو اخبارك يا جوهر؟ اشتقنا لك. بدنا نحكي على الواقف، تفضل جوا على المكتب.
لا بس جايك بموضوع مستعجل كتير. على راسي وعيني، شو طلبك؟ بأمور الكيف والمزاج الله لا يحرمنا منك، في عنا شحنة صغيرة تأمر أمر وجهها لبلغاريا. إمتى؟ يمكن بكرة ويمكن قبل بكرة يا جوهر، ببقى ببلغك بالوقت بعدين. نقيلي شوفير من وش السحارة. ها تأمر أمر، دهولي العارف. بس اسمعني منيح، إذا بتصير غلطة صغيرة أو أي شيء، لا أنت بتعرفني ولا أنا بعرفك، مفهوم؟ بتصل فيك قبل الشحنة وبقلك على التفاصيل كلها. وانتظار تليفونك. حلو، لروح شوف شغلي لكان. معقول تروح ما تشرب شاي؟ اي منشرب منشرب، خلينا نمرق هالشغلة صاغ سليم ومنشرب شايك ومنتغدى عندك كمان يا جوهر، فهمت علي؟ فهمت معلم بكر، لا تشغل بالك. قعدت استنيتك هون تحت شجرة ساعتين وشفتك نازلة بالآخر من سيارته، قلت لي ما بعرفه، فكرت الشوفير وبالآخر بدرى إنك معه بالبار. دخيلك اسمعني عمار. ولك أنا عم موت 100 موتة بالنهار مشان نتجوز وأنت ركبتي لي ورا هذا البطيخ. لا عمار مو هيك الموضوع، ما في غيرك بحياتي أنا. خلاص نرمين، إذا حابة تعيشي مع أيمن كروانجي فأنت حرة، أنا ما بقدر حقق لك أحلامك مثله، راتبي كله هو بيدفعه بخشيش على العشاء. أنا كل شي بقدر أعمل لك يا عم بعمله، وبالآخر أنت حرة. عمار لا تفهمني غلط. نرمين حاجة كذب. بحلف لك أني ما عم أكذب. لا تحلفي بشي، كنت رح موت بالخزان، ولما كنت عم باخد آخر نفس ما قدرت أفكر إلا فيكي أنت، بس حضرتك كنت سهرانة معه. الله يخليك لا تذكر الموت. الشيء الوحيد اللي بخاف ضيعه بحياتي هو انتي، هو انتي عم تعملي لي حجج مشان تكوني معه. عمار أنا بحبك إلك، لو تعرف شو عرض علي هذا الزلمة يقدم لي وأنا رفضت كل شيء لأني بحبك أنت. شفتي؟ قلتيها بعضمة لسانك. كم مرة التقيت فيه لهذا؟ أنا رحت مشان ما تزعل منى، وهنيك شفته صدفة، وحياة الله عمار هو طلع قدامي فجأة. ما عم صدق يا نرمين، بتعملي كل اللي عملتيه وبالآخر بدي صدقك؟ قلي لي كيف؟ إذا بدك روحي لعنده. بكفي عمار، أنا ما بدي إياه لإله، بس كمان مالي مرتاحة، بدي ضل عيش حياتي بالأحلام. انت ما عم تحسن تستأجر غرفتين وهذا الزلمة بعت لي ألماز ورفضته. ايه والله معك حق يا نرمين، اذا غرفتين ما قادر استأجر. صب لك واحدة تانية؟ يسلموا نجدات.
السلام عليكم. أهلين نعمان وعليكم السلام. أهلا وسهلا، صبّل لك شاي؟ يسلموا. شو في عندك أخبار؟ عرفت لي شي عن جوهر؟ سألت عنه يا معلم، كان بالأول بيشتغل بالعقارات بالنواحي ستارة طبعا. أها، وهلأ؟ هلأ بدي بشغل الشحن. وطبعا مثل العادة عنده شركة نقل وعم يشتغل بين الدول. انت قلتها. يا طبعا، ما بده حدا ينقل له هالسم الهاري، مشان هيك بده شركات نقل. طيب وين كراجون هدول؟ عم بستنى تليفون، بس يرن بجيب لك خبره. يا ابني. تفضل يا خالي. انا عم دور على بيت الست اسيا. اسيا شو؟ شو كنيتها؟ يلدز. اسيا يلدز. اسيا يلدز، والله ما عرفتها يا خالي. هنيك لقدام على اليمين في قهوه، اسالي هنيك وهنيك بدلوكي. طيب يا ابني، تسلم. معلم، الاخ حسن وينه؟ والله قال مرض عمه وراح يزوره. الله يشفيه ويقومه بالسلامة. آمين. نعمان، احكي لنا مع صاحبك. خضر، ما في خبر؟ ماشي، عم بستنى. صبور معلم. يسعد صباحكم يا ابني. وصباحك، تفضلي. عم بسأل عن عنوان، بلكي بتدلوني. تفضلي قولي. آسيا يلدز، عم بسأل عن عنوانها، قالوا لي اسألي بالقهوة. تفضلي، أنا بوصلك. تسلم يا ابني. يلا أنا ما بطول. على اليسار خالي، على اليسار. شاي. يعني انت ما بتعرفي حارتنا من قبل؟ ايه والله يا ابني، ما اجيت من قبل لهون. الله يرضى عليك، عذبت حالك مشاني. لا ولو، تكرم عينك. ايه خالي، انت بتقربي لها شي؟ يعني بتعرفيها؟ انا لازم احكي معها يا ابني. انا ما بعرفها ولا تقابلنا من قبل. انا بعرف بنت نيرمية. أنا جاي من عند نيرمين، أنا مساعدتها. ليكو بيتنا هنيك بالحارة الثانية، تفضلي. مرة تمنيت موت. ليش ما أخذت لي روحي؟ ليش؟ آه يا ابني آه، شوف هالحالة اللي وصلت حالك إلها. قلب الكافر بحن عليك. أيمن، أيمن فيق يا ابني. أيمن، أيمن فيق. شو هالنومة يا ابني؟ يعني هيك عاجبك؟ بدك تضل تعذب حالك لآخر عمرك؟ ماما، راسي عم يوجعني. لا تبلشي تنقي فوق راسي من الصبح، الله يخليكي. بدي نق. اختي على حالك بالأول، واختي على هالبنت. بدك ما تتركها وحدة بالبرج محبوسة. اتركها تروح لمطرح ما بدها تروح، على جهنم اللي تحواها. بدها تبقى هنيك، بدها تبقى هنيك لحتى تحط عقلها براسها. اسمعوا على هجنان، ما فيك تجبر الكلب على الصيد. ليش ما عم تفهم؟ المخلوقة ما بتحبك، ليش حاويها عندك؟ فهمني بس. ماما خلاص بكفي بقى، تركيني بحالي. وين نيرمين؟ فايت شي؟ شو بيعرفني؟
أنا الحارس تبعها؟ تفضلي خالي، هذا هو بيتها. تسلم يا ابني، تعبتك معي بهالمشوار. أنا تعب يا خالي، ما عملنا شيء. يا ابني ما قلت لي شو اسمك؟ عمار. تسلم لي يا ابني يا عمار، والله يوفقك. الله يسلمك. صباح الخير. انت الست آسيا؟ ايه انا. خير. انا مساعدة نارمين يا ست آسيا، واسمي سارة. خير ان شاء الله. في مشكلة؟ بصراحة الاخبار ما بتسر. تفضلي فوتي لجوا، تفضلي. صباح الخير. فطورك؟ الشاي رح يبرد. شو؟ إن شاء الله مفكرة إني رح أعتذر منك وقول لك ندمان. أنا ما أزيتك. أنت ما عدتي تعرفيني ما هيك؟ راح هداك أيمن المليان حب وأمل، وجا محله أيمن الصعب القاسي، أيمن اللي ما بتعرفيه منيح يا نرمين. أنت مرتي وقاعدة بعيدة عني بالبرج اللي مثل التلج اللي ما في مشاعر، بس أنت مذنبة قد ما أنا مذنب وأكتر يا ست نرمين. لك أنا حبيتك وحولت حياتي لجهنم. قليلي بالله، أنا المسؤول الوحيد عن كل هذا الشيء؟ ماشي، الحق علي وبعترف بهذا الشيء، منيح؟ هاي جزاتي؟ هذا ذنبي؟ إنه أنا حبيتك؟ قومي كلي فطورك وبلا دلال، ومثل ما بدك عملي مثل ما بدك. يلا لشوف، قومي كلي قبل ما يبرد الأكل. يلا بلا دلال، قومي، ما رح تقدري تتحملي بدون أكل. ألو، يعطيك العافية، تسلم. العنوان صار معي. يلا قوم. شرف. سلام نجدات. الله معكم. البضاعة بكرة بتطلع يا ايمن بيك. هاي اخر مرة، ما بقى بدي تدخل خزنة الشركة ولا ليرة واحدة من شغل غير قانوني وحرام. عم تفهموا علي شو عم اقول؟ يا ايمن بيك، وضحت لك هالشغلة من قبل وأنا بحترم قرارك، بس يا بيك في علاقة بين صفا بيك وهدول الناس من زمان كتير. شوكت، صفا بيك حتى نفس ما عم يقدر يتنفس، يعني أنا هلأ مدير الشركة وأنا ما بدي نشتغل هيك شغل، وهي آخر مرة بعيد فيها هاد الحكي، وبدي إياكم تنفسوه بدون ما تناقشوني. بس
كروانجي أغلو القابضة شركة عائلية. مرضوا لصفة بيك سببوا لنا كتير خسائر بالبورصة وبالأسهم، انت بتعرف ما هيك؟ عم نعاني حاليا من أزمة مالية خطيرة. شو يعني يا شوكت؟ شركة ضخمة بتحل أزمتها المالية بتجارة المخدرات والممنوعات؟ بس يا بيك ما بدي أحكي ولا كلمة زيادة بهذا الموضوع يا شوكت. مرقوا هاي النقلة بدون مشاكل وسكروا هاي الصفحة نهائي، لا تجننوني. ما في مشكلة يا أيمن بيك، بكر شغلة النقل راح بيحلها بمعرفته مثل العادة. متخيلين اني اثق ببكر بعد اللي عمله؟ بكر مش شغيل المخلصين يا ايمن بيك، اذا غلط غلطة تانية بيعرف منيح شو ممكن نحن نساوي معه، لهيك ريحوا بالكم. هلا الشيء الوحيد اللي شاغل بالي انا هو ترحيل النقلة، ترحيل النقلة بدون مشاكل يا شباب، مفهوم؟ أنا أجيت وحكيت لكم كل شيء لأنه ما طالع بإيدي شيء أعمله. بحب نرمين كأنها بنتي وماني قدراني أتحمل أكثر. كتر خيرك يا ست سارة، أنا بس عتباني عليها. ليش خبيت علينا؟ أنا لو بعرف هيك عم يصير معها ما بخليها هنيك ولا دقيقة. أمي برأيي لا تروحي وأنت دمك فاير. طبيعي الرجال ومرته بيتخانقوا بيتصالحوا. شو الطبيعي يا ملك؟ الحبس هيك بالغرف طبيعي؟ ولا ضربة حتى يزرق وشها طبيعي؟ شو الطبيعي؟ أصلاً أنا ما صدقتها لما قالت وقعت. طيب اصبري لك شوي يا أمي، هلأ إذا رحتي بتزيدي الطين بلة. شو بده يصير أكتر من هيك؟ شو رح يصير أكتر من هيك؟ شو بيعرفني؟ ها؟ لوين رايحة حماتي؟ بدنا نروح لعند نرمين يا ابني. تفضلي ست سارة، يلا بخاطركن هلا. الله ما خاطركن. مع السلامة. خير مين هاي المرة؟ أول مرة بشوفها. شو بيعرفني؟ كيف شو عرفك؟ سألتك سؤال واضح جاوبيني جواب مثل العالم. مثل ما أنت ما عم تجاوبني جوابات واضحة يا شكري، تعلمت منك جاوب جوابات غامضة أستاذ. يا روحي باين عليكي فقتي الصبح بالمقلوب، جاي عبالك تخانقي اه؟ ها هيك بقى أنا عم دور على شي لأتخانق معك؟ مع هيك؟ إذا سألتك مين هديك المرة يلي بالمستشفى بتحسن تجاوبني جواب صريح؟ شو عم تقولي أنت يا؟ أي مرة وأي مشفى؟ شكري أنا رحت وشفتكم بعيني انتو الاثنين. لوين رحتي انتي؟ ومين شفتي؟ ملك هاي المرة مرض خطير وعم بتصارع الموت. مين هي؟ اللي شو علاقتك فيها؟ وحدة كنت بعرفها قبلك بكتير، تعرفت عليها بالعسكرية، صار لي سنين ما شفت وشها، وبعدها هي مرضت، سمعت انها انصابت بالسرطان ورحت قمت بواجبي معها، يعني حاولت اعمل اللي بيطلع بايدي مو مثل ما أنا كنت مفكرة. وغير هيك نحن متجوزين من سنين يا ملك، أنا غلطت معك شي مرة أو أزيتك؟ صدقيني كنت ناوي أحكي معك بموضوع على ما بيجي وقتها. قصة كانت من الماضي وخلصت من سنين، وهلأ الشي الوحيد اللي بدي إياه أنه تشفى هالمسكينة وتخلص من هداك المرض، فهمتيني؟ هذا كل شي وما في شيء يزيدوا أكثر من هيك.
هون معلم. يلا قول الله. والله في حراس كتير على كل بناء، في ستة قول أكتر معلم. الواضح إنهم عم يدبروا شي شغلة، وهذا الواطي عنده جيش من الحراس. مو غلط معلم، جيش إلنا والجرأة عنا. هذا هو جوهر، أصبح لنجس نبضه ونشوف شو مخبي لنا هالجوهر. بدنا نصيده من هون معلم؟ ما لازم نطالع صوت ولا نعمل أي حركة، وهون الوضع مو منيح. مرحبا ماما. أهلين حبيبتي. بابا كيفك؟ بابا حاسس حالك منيح؟ عم تسمعني؟ ممتاز. من يوم ما ذكر اسمي لهلأ ما حكى، ما هيك ماما؟ ما حكى. الصبر يا بنتي الصبر. شوفي أنا ما قطعت الأمل أبدا، كل يوم عم يتحسن أكتر من يلي قبله. إن شاء الله بيقوم على رجليه عن قريب ومنروح كلنا رحلة استجمام. الحقيقة ما بعرف إذا بيقوم على رجليه وبيشوفنا هيك أحسن، ولا إذا كان بيبقى نايم هيك على حاله ما عنده خبر بشي بيكون أحسن. ما بعرف. نيرمين مبارح بالليل عملت مشكلة كبيرة. خير شو صار؟ شو بده يكون يعني؟ هربت من البيت هالمتشردة. مين نيرمين؟ ايه البلوة اللي اسمها نيرمين. جن ايمن بالاخر وقفل عليها بالبرج. انتي شو عم تقولي ماما؟ الله يلعنك يا ايمن، عن جد انك مجنون. شو مفكر حالك ممكن تحل مشاكل بالعنف؟ نرمين نرمين ليش قاعدة هون؟ يلا تعي معي، البرج هون مثل التلج بارد كتير. يلا. معلش أنا حابة أبقى هون. طب احكي لي شو صار بيناتكم؟ ليش تخانقتوا؟ ايمن صاير ما بينطق، ما عم بفهم شو استفاد بالتصرف تبعه. قالت لي ماما انك حاولتي تهربي، صحيح هالحكي؟ بسبب النادي الليلي واللي صار مبارح؟ عمار السبب؟ مو حابة تحكي معي؟
شوفي أنا عذرتك، أنا كمان استغربت الشي اللي شفته. لما شفته صاحب هالنادي فجأة استغربت، شو عرفني؟ فرح، كل شي انتهى بالنسبة لي. كل شي خلاص؟ شو قصدك نرمين؟ انتهى وخلص، ما عاد فيني اتحمل. في شغلات ما عاد تنقبل ابدا. شو صار؟ حكيت مع ايمن كذا مره، نبهته انه ما يأذي ناس تانين بسبب مشاكله مع عمار. نرمين، ممكن نحكي بصراحه؟ مين قصدك بكلامك؟ سلطان، ام عمار، العم جلال، نغم، الولاد، طالعون للجماعة من بيتهم تحت المطر. هدول الجماعة عاشوا كل عمرهم بهديك الحارة، وما حدا حكى عنهم ولا كلمة زايحة كل هالعمر. هذا شي ما ممكن نقبله يا فرح. شوفي نرمين، أنا كمان زعلت كثير لأنهم انطردوا من بيتهم. مين المسؤول عن هالشي؟ مين عمل كل هالشي؟ أيمن. نرمين، مين اللي قالك؟ مين قالك انه ايمن ممكن يعمل هيك شي دنيء؟ اذا سمعتي هالشي من عمار. لا يا فرح، اخوك قال لي شو عمل، هو بذاته اعترف لي. أهلا وسهلا، تفضلي. مرحبا، أنا بدي أشوف نرمين. تفضلي يا ست على الصالون واستريحي، أنا بخبر نرمين خانم إنك إجيتي. طيب. تعالي، منيح إنك جيتي، عادي لنحكي. أنا بدي أشوف نرمين هلأ فورا. ماشي، بتشوفيها؟ عادي، عندي شي بدي أحكي معك. إذا طلعنا على وشك كيف مكهرب ومقلوب، منفهم إنك عرفتي بالمشاكل يلي صارت معنا. اللي عم تحكيه مزبوط. اسمعيني منيح، نرمين وأيمن من الأول ما كان لازم يتجوزوا، لهلأ ما انسجموا. لا ابني مبسوط ولا بنتك مبسوطة. إذا كان الكلام اللي سمعته مزبوط، يعني اسمعيني، أنا أمه وما بقبل بنتي تنهان. ويكون بعلمك يا بلقيس خانم، نرمين مو مقطوعة. بنتك وابني عم ينهشوا ببعضن. أيمن ما عاد أيمن القديم، تغير كتير. نرمين خربت له حالته النفسية. اتنيناتنا عنا أولاد واتنيناتنا أمهات، منعيننا يكونوا مبسوطين. بس بسبب خطيبة السابق يلي ما عم يحل عنا، ابني عم يتخانق مع بنتك. راحت شافت هداك الزلمة وعم بتقول بروح مرة تانية وبروح مرة تالتة وعم بتعاند. ما في رجال بيقبل بهيك وضع. اسمعي، أنا بدي أشوف نرمين فوراً. وينها؟ صحيح مقفول عليها بالبرج؟ شوفي يا بلقيس خانم، أنا ما عطيتكم بنتي لتعملوها عبدة عندكم، مو حرام هيك تعملوا؟ لا تعلي صوتك علي، ما في ضرورة نضحك على بعضنا. أنا كنت من الأول ضد هالجوازة. أنا ما أخذت بنتك وأنا طاير عقلي فيها، لأني بعرف إنه بده يصير كل هالمشاكل. لازم ينفصلوا عن بعضن. إذا ما كانوا مبسوطين خليهم ينفصلوا. مسألة النفقة مانا مهمة، قد ما بدكن مندفع لكن، المصاري مو مشكلة. بتعيش عيشة ست الستات. يا خانم، المصاري ما بتشتري كل شي،
ما بتقدروا تشتروا كل شيء. إذا فقدت الصحة والراحة شو فايدتها المصاري؟ صاروا اتنين ما عم ينتبهوا للي عم يعملوه، عم بيقلموا الناس التانين بسبب أنانيتهم. أيمن هو اللي عم يتولدن. شوفي نرمين، ما حدا عفى عن هالعمل الدنيء اللي عمله أخي، بس اللي عم يعمله عمار كمان. فرح لعلمك مشان شغلة السي دي. لو سمحتي نرمين، بعرف انه ما بدك ينفتح الموضوع، بس في شغلات انت ما بتعرفيها. نرمين ما بدي ينفتح الموضوع نهائيا لو سمحتي. السي دي عمار ما له اي علاقة فيه. كيف يعني؟ ما تقولي لي انه اخي عمل هالشغلة معي يا نرمين. قولي لي هالحكي مو صح. هذا السيدي لا عمار جاب لك يا ولا هو صور هالمشاهد، ما دخله. عمار ما بيعمل هيك سفالة، لازم تفهمي هالموضوع منيح. نرمين شو عم تقولي انتي؟ فرح انتي حرة انك تصدقي او لا، بس بصراحة هي هي الحقيقة. كيف عملوها ما فهمت؟ اهدي مشان تفهميني. سيدي جاب لك يا أيمن ما هيك؟ كيف بيعمله؟ في إنسان بيعمل هيك شي مع أخته؟ شو طبيعة هيك مخلوق؟ وصلت معه السفالة لحتى يصور أخته بهيك وضع؟ مو هو، أبوك كان السبب بهي القصة. يعني بابا كان حاطط كاميرات بس مشان سبب تاني، بالصدفة صار اللي صار. مشان ما تنفضح قصة السي دي، عمار تنازل عن البيت لواحد من جماعة أيمن. بعدين أيمن رمى عيلته لعمار برا. انتي شو عم تحكي؟ ما عم صدق. شو العيلة اللي إليها نرمين؟ معقول يجيني الظلم من أقرب ناس؟ حرام. نرمين ماما فرح. خلص نرمين أنا منيحة. أنت منيحة يا أمي؟ يا روح قلبي انتي منيحة يا أمي؟ لا تبكي حبيبتي، لا بقى تبكي. أنا من هلأ ورايح جنبك، أنا معك. خلاص فرح بنتي. شبكي فرح بنتي؟ عم بسألك شبكي؟ مو هذا عمار؟ وقفي لنشوف شو بده. ما بدي احكي معه ولا كلمة ميسون. بس يا فرح ما بدك توقفي عند حدوده؟ ميسون حتى ما بدي اشوف وشه. فرح
فرح نزلي البلور. فرح نزلي البلور. فرح في شيء مهم بدي اقول لك اياه. عمار ما بدي احكي من فضلك. فرح 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 ارجوكي بس اسمعيني اسمعيني. انت حكمتي علي بدون ما تسمعي مني. طب اسمعي مني بالاول. عمار يا ريتك ما نسيت انه عندي مشاعر. يا ريت. فرح انزلي بس دقيقتين على الاقل اسمحي لي اوضح لك. كل شيء واضح عمار. فرح لو سمحت اسمعيني. فرح 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 شو صار؟ شو هاد؟ لوين رايحة؟ لسه هلأ رجعتي. لازم نكبس عليه بالوكر تبعه. تعال نروح من وراه. ولك حاجة توقع الزهر يا أحوال. لك إيه هات وبلك ترحكي. رح أغلبك. إغليب لشوف. يلا العاب لشوف العاب. هلأ أرجيني لعبك يا شاطر. إيه هلأ بتشوف. ميتو. ولك وين راح؟ بدنا شاي. شايف نشف ريقك على الخسارة ما؟ بايخ. بانجوسي روح اتعلم كيف تلعب الزهر. ومفكر لي حالك حريف؟ لسه اللعبة ما خلصت. ايه هلا العب لشوف. شو ها؟ رصاصة؟ العمى. نصيحة لا تتحرك. وهات هات ورجع لورا شوي شوي. خد نعمان امشوا. نرمين يا بنتي الله يرضى عليك. لا بقى تبكي يا عين امك. ليش هيك صار معك يا بنتي؟ ليش ايمن
بيخاف عليكي من النسمة. شو صار لحتى وصلت المواصيل لهون؟ لو ما اجت هالمرة وخبرتني بالقصة ما كنت دريت شو صار. مين؟ خالي سارة؟ ايه امي. الله يوفقها وينور طريقها. هي اجت وحكتلي شو صاير. وبعدين راحت عبيت قرايبينا وقالت إن ما بقى تعتب هالبيت. آه يا نرمين، آه يا بنتي، ليش ما حكيتيلي من قبل؟ ليش ليش أنقذتوني يا أمي؟ ليه ما تركتوني موت وارتاح؟ أستغفر الله، شو هالحكي؟ ولك يا أمي أنتي قطعة من قلبي. الموت أهون علي من إنه تشكك شوكة صغيرة بإجرك. هي أنا عم موت كل يوم ألف مرة. كنت متت مرة واحدة. أنا ما بقى فيني أتحمل هالحياة يا أمي. ما عم بحسن أتحمل كل هالألم. شو بدي أقولك؟ اسمعي، قومي رجعي معي على بيت أبوك، بيصحى راسك وبترتاحي معنا شوي. شو قلتي ولك أمي؟ موافقة؟ يلا. تفضلي يا بنتي، عم تسألي عن حدا؟ مرحبا خالي، أنا مرت شكري ملك. عن جد؟ تفضلي يا بنتي، يا أهلين وسهلين. تفضلي استريحي هون، لا تأخذينا. كيف وضعها هلا؟ كيف بده يكون يا بنتي؟ قاعدين ومفوضين أمرنا لله وعم نستنى من الليل لهلا. عم تتوجع كتير. ماما، مين إجا لعنا؟ بنتي قومي شوفي قديش مرت شكري حلوة، اجت تزورك كتر خيرها. أهلين وسهلين، شكرا. حبيت اطمن عليكي، ما على قلبك شر. دكاترة عم يعملوا كل بيحسنوا عليه، الله يوفقهم. الله يرضى على شكري كمان، فضله كبير علينا. الله يخلي لك يا هو والولد. ابنكم عمره 3 سنين، ما هيك؟ مظبوط. الله يبعث له ايام حلوه. تسلمي. يربى بدلالك وعز ابويا يا بنتي. امين يا خالي. الله شبحها، شو صار لهالبنت؟ أيمن، يا ابني يا أيمن. شوفي ماما، فرح ما بعرف شبحها،
هلا قاعدة بالجنان يا صفنانة مو بهالدنيا. عادي شو فيها؟ وين الغرابة؟ طلعت لفوق لعند مرتك واجت من عندها هيك. شو بيعرفني أنا؟ ابني روح أحكي مع أختك. إذا ما ماتت هالبنت النحس ما بتدخل الراحة على هالبيت أبدا. فرح، فرح شو بكي؟ كيف قلبك طاوعك؟ كيف قدرت تعملها؟ شو عم تقولي يا فرح؟ أنا شو عملت؟ أيمن روح من وشي، ما بدي أشوفك ولا أسمع صوتك. قلت لك روح من وشي، يلا روح من هون. فرح أيمن، من اليوم وراح تنسى إنه إلك أخت. أنا كنت مضطر أعمل هيك يا فرح، فهماني علي؟ انجبرت أعمل هيك. شوف لآخر مرة بقلك أيمن روح من هون، ما بقى بدي أشوف وشك أبدا، فهمت؟ أيمن أقعد فرجيني وشك. يا آسيا، بتمنى تكوني بديتي تفهميني. يلا نمشي. نرمين حماتي، لوين رايحي؟ أخذ نرمين على البيت، رح تضل عنا كم يوم. شوفي، صار سوء تفاهم وصارت شغلات غلط ما كان لازم تصير. لو سمحتولي بهالحالة بيكون هيك أحسن، تبقى عنا وبعدين بتقعدوا بتتفاهموا. التفاهم ما بيصير بالضرب والقتل والحبس. خلي راسكن يصحى بالأول وبعدين منشوف الحل. معناتها رح خلي الشوفير يحضر لكم السيارة. مناخد تاكسي على الطريق. تاكسي شو يا مرت عمي؟ خلوني وصلوكم بالسيارة. أيمن ابني خلص اتركن مثل ما بدهم يروحوا، لا تلح عليهم، هنن أحرار. يلا نرمين امشي. أيمن ابني، كل شي بده يوصل لآخرته، هيك أحسن للكل. فرح كيفة؟ حكيت معها؟ دخيلك يا ماما، إيميني من فرح خانو، تركيها بهمة. بعدين أنا همي بكفيني، لا تزودي علي.
أمي. يلا نروح. وينو هاد؟ لوين ما راح مرجوعه لهون؟ لا تشغل بالك. طلع فيني هلا بفتح لك تمك وبتتصل بمعلمك وبتعرف لي امتى رح يرجع. بس اذا رح تتزاكى وتعمل لي بطل روحك رح تروح. فهمت منيح؟ وين التليفون؟ بالجيب الجواني. سيف وجوهر؟ ايه معلم. الو معلم؟ وينك انت؟ امتى جاي؟ طيب ماشي. لا لا معلم ما في مشكلة. لا لا ما في شيء. طيب ماشي. الله معك. رح يجي بعد شي ساعة. عفارم هيك بدي اياك. فرح يا بنتي يا نور عيني، كل هذا اللي حكيتيه ما بيستاهل تكبريه كل هالقد وتقهري حالك مشانه. هو عمل هالشي مشان مصلحتك. هذا اخوك ما قصده يضايقك. ها يا بنتي الحلوه. مشان مصلحتي ما هيك ماما؟ ما في قوة بتخليني صدق انه بهالبيت في حدا بده مصلحتي واني محبوبة واني محمية. ماما هذا حمل كبير اللي عشته حمل تقيل، لهلأ ما بعرف كيف احمله. كيف بتطلع بوش حمار كمان ما بعرف. لا تطلعي عليه، هذا واحد نصاب وحرامي. تألمت كتير وزعلت، وانتي واحدة من اللي شافوا حالتي كيف كانت. ما بعتقد اني ممكن سامح او اقبل بهالشي، عن جد ما بقدر. يا بنتي انتي كمان تفهمي الوضع شوي. انتي قربتي من عدوك اللدود، قالوا لك لا تقربي عليه بس ما سمعتي كلامهم. وانت كمان ما عم تفهميني، ما عم تفهميني. حاسة حالي وحيدة بهالبيت الكبير، بس هالمرة وحدتي غير شكل. فرح استني شوي يا بنتي، استني فرح. أهلا وسهلا حماتي. أهلين. فوتي يا أمي فوتي عبيتك. خير يا شكري؟ شرب بعز النهار؟ ولا شي حماتي، قلت لحالي بتسلى. أهلا وسهلا نرمين.
أهلين شكري. وين ملك؟ تجي بعد شوي. الحرس ولا ما بعرف معلم. اللي انا مشغله مشان يحرسوا جوا البيت. بدي ربيهم بشي فلقه. بدي ربيهم. انت وياه ولا حكي وهاتوا لهاد كوسوفي.